أمام حشود من الناشطين المحسوبين على اليسار الليبرالي التقدمي الأمريكي، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بدعم إسرائيل أيا كانت طبيعة الحكومة التي يتجه نتنياهو إلى تشكيلها في إسرائيل، والدعم سيستمر على الرغم من الخلافات الواضحة مع اليمين الإسرائيلي حسب بلينكن، خصوصا بشأن مسعى حل الدولتين الذي يعارضه نتنياهو. في عهد الرئيس بايدن، الولايات المتحدة تقدم 3.3 مليار دولار كمساعدة عسكرية سنوية لإسرائيل، بالإضافة إلى 5 مليارات أخرى لتطوير منظومتها الصاروخية الدفاعية، وهو ما لم يحدث أبدا من قبل. هذا مع الاحتفاظ بتفاهمات 2016 التاريخية من أجل تمكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها، سواء ضد حماس أو غيرها. دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لن يتوقف حسب بلينكن، على الرغم من احتمال ضم حكومة نتنياهو شخصيات عبرت في السابق عن آراء معادية للفلسطينيين والعرب، مؤكدا أن الشراكة مع الإسرائيليين لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه اليوم، ويتوجب أن تستمر مع الحكومة الجديدة. ولكنه في ذات الوقت حذر من تداعيات تهميش الفلسطينيين وعرقلة حل الدولتين، لأن ذلك بحسب بلينكن يضر بأمن إسرائيل ومستقبلها. التكامل المتزايد لإسرائيل والفرص الكثيرة التي تخلقها في المنطقة أمر يتوجب تطويره ودعمه لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهذا ليس فقط من طرف الولايات المتحدة بل من طرف الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل. هذه الدول التي طورت علاقتها مع إسرائيل يمكنها أيضا أن تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش في ظروف متساوية. وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن تخاطب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بصراحة وصدق، وكذلك الأمر مع الفلسطينيين الذين قال إنه يتعين على قادتهم أيضا الامتناع عن إثارة التوترات التي تعرض حل الدولتين للخطر. بالنسبة للقدس، فقد أشار الوزير بلينكن إلى استمرار موافقة إدارة بايدن على اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعمل على تطوير وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، مشيدا باستكمال اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان مؤخرا. الحكومة الأمريكية تجدد مرة أخرى تمسكها بمسار حل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب. الموقف هذا جسده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمته التي ألقاها بمناسبة نهاية أشغال المؤتمر السنوي لحركة جي ستريت هنا في واشنطن. خلي بن طويل، الحرة، واشنطن.